بكم إلى جولة الرابعة من أوينت نيوز، ونستهلها بأبرز العناوين. رغم المعارك والدمار، إصرار شعبي على سلمية المظاهرات في جمعة نصرة الشام، بالأفعال لا بالأقوال. احتدام المعارك أو معارك الشمال وسط تقدم للثوار على محاور ريف إدلب وطريق حلب اللاذقية. هبوط الليرة السورية مستمر وسط تدهور الحياة المعيشية وغلاء أسعار المواد الأولية. أهلا بكم مشاهدينا. يصر السوريون على الخروج في كل جمعة في مظاهرات تعم الأرض السورية، تنادي بإسقاط النظام والحرية، وتدل على تلازم مسار السلمية في الثورة جنبا إلى جنب مع مسار الدفاع عن النفس، بحيث أدرك المتظاهرون أن أصواتهم باتت أقوى من رصاص البنادق. بعد أكثر من عامين على الثورة، ما زالت المظاهرات السلمية تستهوي السوريين، وما زالوا ينادون بحرية سوريا، وما زالت أغصان الزيتون تدل على أصوات كثيرة تنادي برحيل النظام والتوقف عن إراقة الدماء عن طريق التظاهر السلمي. السوريون أكدوا خلال مظاهراتهم على وحدة الدم السوري الذي حاول النظام زرع الفتنة بين طوائفه وإثنياته المتعددة، فكانوا يخرجون جنبا إلى جنب رافعين شعارات الوحدة بين جميع مكونات الشعب السوري، ورافضين لجميع شعارات الطائفية والمناطقية، فكانت شعارات الدرعة ترفع في إدلب كما تنادي دير الزور لحمص الجريحة. محاولات عديدة قام بها النظام للقضاء على هذه المظاهرات رغم المعارك الطاحنة التي يشنها بهدف قتل السلمية في الثورة السورية، ولكن المتظاهرين كانوا يجددون في كل جمعة العهد على المسير في الطريق الذي خطه من سبقهم من الشهداء الذين سقطوا في المظاهرات وهم يصدحون بشعارات الحرية والسلمية، فكانت أصوات المتظاهرين ترعب النظام أكثر من رصاص البنادق. فكم من شهيد قضى لأنه قاد مظاهرات بصوته فقط، وكم من منشد في هذه المظاهرات اقتلع النظام حنجرته ليسكت صوت الحق فيه كقاشوش حماة وغياث مطر. ويخرج اليوم السوريون في جمعة تشابه سابقاتها من الجمع، وإن اختلفت التسمية التي أطلقوا عليها اسم نصرة الشام بالأفعال لا بالأقوال، ليثبتوا من جديد تلازم المسار السلمي في الثورة مع مسار الدفاع عن النفس الذي فرضه النظام عليهم. إلى مراسلنا زكي الإدلبي، وتحديدا إلى مدينة بنش في ريف إدلب، حيث خرجت مظاهرات سلمية هتفت للحرية وندد فيها المتظاهرون بقصف واعتداء النظام على المدنيين، رافعين أسماء شهداء مدينة بنش في مظاهرة جابت شوارع المدينة. ألذ من العيش في طيب حال، وصوت المدافع والطائرات لنا ما حياة الذنوب الثقال، لرغد السنابيك في المعمعات. ألذ من العيش في طيب حال، وصوت المدافع والطائرات. إذن للحديث عن مظاهرات جمعة اليوم سينضم إلينا من إدلب زكي الإدلبي. أهلا بك زكي. وأيضا من حلب سيكون معنا محمد الزهوري، مراسلين من إدلب ومن حلب، لنتحدث معهم عن مظاهرات اليوم. سأبدأ معك زكي. زكي، يعني اليوم لا تزال مظاهرات بنش زاخرة بروح سلمية، ما هي الشعارات التي رفعت في مظاهرات اليوم؟ طبعا رغم العنف والدمار الذي يمارسه النظام ويستمر كل يوم. نعم ما تحية لك ومساء الخير لك ولجميع المشاهدين الأعزاء. المظاهرات السلمية ما زالت مستمرة في كل أنحاء سوريا وليس في إدلب وحلب فحسب.
الثورة السلمية تسير جنبا إلى جنب بجانب الثورة المسلحة. نعم، خرجت اليوم مظاهرات في أغلب مناطق ريف إدلب وخاصة مدينة بنش. مدينة بنش التي خرجت مظاهرة كبيرة فيها اليوم، رفعت لافتات بأسماء شهدائها الذين رحلوا عن هذه الحياة في سبيل القضية التي خرج من أجلها الناس والشعب السوري بشكل عام. نعم، رفعوا لافتات تدعو إلى العالم بأسره، كل من صرح في الفترة السابقة من تصريحات سياسية بأن أهل الشام أو الشعب السوري ينتظر الأفعال لا ينتظر أقوال، ونحن نموت تحت صواريخ نظام مجرم يقتلنا بشكل يومي. نعم، نعم. المظاهرات خرجت الأناشيد والأهازيج والغناء والشعارات السلمية يعني زكي، بعد التي أن يخرج في وصلنا هذه. إلى هذه النقطة بعد القصف المستمر، برأيك يعني ما هو الدافع لخروج الناس في هذه المظاهرات، وما هو فعلا الذي يدفع الناس للخروج في كل جمعة رغم أن حياتهم مهددة بالخطر؟ نعم ميرنا، لخروج الناس رغم كل القصف والدمار هنالك نقطتين مهمتين. أولهما التحدي، هي نقطة تحدي لنظام الأسد وميليشياته التي تقتل هؤلاء الناس. نعم. يريدون أن يثبتوا للنظام أننا نتحداك رغم كل ما تفعله، رغم الفارق في الترسانة وفي القوى العسكرية بيننا. نحن خرجنا نرفع صدورنا ونضعها أمام دباباتك، فنحن نستمر في هذه الثورة. نعم. النقطة الثانية وهي الإيصال رسالة بأن الشعب السوري شعب لا يقهر، شعب ذات مبادئ يخوضها ويستمر بالمطالبة بها. الشعب السوري من خلال مظاهراته كل يوم واليوم خاصة يبين للناس أننا نخرج في المظاهرات غصب على البريد والما بريد بالعامية مثل ما بيقولوا. أيضا اليوم في مختلف المناطق أصبح وكان هنالك قصف على المساجد أثناء صلاة الجمعة وعلى المتظاهرين أثناء الصلاة. اليوم المتظاهرين كانوا يذهبون من مكان إلى آخر، من شارع إلى آخر، تنزل قذيفة هناك فيذهبون إلى شارع آخر، روح يأخذون كل هذا بالروح المرحة، بالروح الضحك، رغم المآسي، رغم الآلام، يثبتون أنهم باقون وصامدون على هذا الطريق حتى النهاية. نعم. زكي، ألا يوجد هناك تخوف لدى الناس من استهداف هذه المظاهرات، وخاصة أن هذه المظاهرات يعني تصور وتنقل عبر وسائل الإعلام؟ نعم، هنالك تخوف واضح. فالناس يعني من يقوم على تنظيم هذه المظاهرات يحاول عن طريق الميكروفون أو الإذاعة الموجودة ضمن المظاهرة أن يخبر الناس والمتظاهرين بأنه بأي لحظة يمكن أن تنزل قذيفة فوقنا، فيتم أخذ الحذر والحيطة، حيث تقوم هذه المظاهرات في شوارع تكون محمية بأبنية قد تحمي قليلا من القذائف الموجهة نحو المظاهرة، أو قد تكون أيضا في عبارات كما تدعى عبارات أو شوارع من جهة لا يتواجد فيها قصف أو حيث ذلك. يعني هنالك تخوف ميرنا، ولكن المتظاهرين مستمرون ويتحدون ذلك. يتحدون ذلك الأهالي ويخرجون في كل جمعة. شكرا لك زكي الإدلبي، حدثتنا عن المظاهرات في إدلب، ونبقى في محور المظاهرات مشاهدينا التي خرجت اليوم في هذه الجمعة. الحديث عن هذه المظاهرات وتحديدا في حلب، ننتقل إلى مراسلنا من هناك محمد الزهوري. محمد، أهلا بك معنا، حدثنا عن المظاهرات التي خرجت في حلب اليوم، رغم أن حلب هي جبهة يعني مشتعلة، هناك العديد من المعارك تدور هناك، رغم ذلك الأهالي اليوم خرجوا بمظاهرات، حدثنا أكثر عن هذه المظاهرات التي خرجت اليوم. نعم، تحيتي لك زميلة ميرنا ولجميع المشاهدين. طبعا المظاهرات في نعم نسمعك محمد، تفضل. نعم، المظاهرات تركزت اليوم في حي الشعار وبستان القصر، لكن في المناطق الوسطى في مدينة حلب هناك كان تخوف من قبل الأهالي والمواطنون الذين لم يستطيعوا المشاركة بسبب تحريق الطيران الكثيف وسقوط بعض القذائف الهاون على الأحياء القديمة في مدينة حلب. كنا منذ قليل في جبهة حلب القديمة، أيضا هناك كانت تظاهرة نادت بالحرية للشعب السوري وللمعتقلين الذين يخضعون الآن في سجون تابعة للنظام الأسدي. لكن هناك تركيز على جبهة نبل والزهراء في
الأيام الماضية هناك اشتباكات تدور في جبهة حلب، وخاصة محمد أود أن أبقى معك في محور المظاهرات لو سمحت لي. محمد هل تسمعني؟ محمد نعم، نود أن نتحدث أكثر عن المظاهرات التي خرجت اليوم في هذا المحور تحديدا، يعني مثل هذه المظاهرات التي تخرج في بعض الأحياء، من ينظمها؟ من يحمي هذه المظاهرات؟ يعني الأهالي معرضين للقصف وللعديد من المخاطر، يعني من ينسقها ومن يحميها هذه المظاهرات التي تخرج؟ نعم، المظاهرات التي خرجت كما قلت أنها هي كانت بأعداد قليلة في المناطق التي ذكرتها كبستان القصر والشعار والمناطق الأخرى، خاصة أن الاشتباكات تدور في معظم أرجاء مدينة حلب في الساعات الماضية. طبعا منذ الصباح الطيران لا يهدأ في فوق مدينة حلب بعد محاولات فاشلة لعناصر النظام باقتحام حلب القديمة من جهة قلعة حلب المشهورة. طبعا المظاهرات نادت كما قلت بالحرية للمعتقلين، لكنها تركز على قضية القصير والتي كانت المحور الأساسي في الشهر الماضي للسوريين جميعا، وركزوا بشعارات أن سقوط القصير ليس سقوط سوريا بالكامل، وأيضا سقوط القصير لا تعني فشل الثوار بتحقيق النصر لصالح الثورة السورية. نعم. محمد ابقى معنا، سوف نتابع هذه المظاهرات التي وصلتنا قبل قليل وتحديدا مشاهدينا في بلدة حاس بريف إدلب، حيث نادى الأهالي بدعم الجيش الحر منددين بأشعال نار طائفية من قبل النظام وأعوانه، ومطالبين أيضا بالقضاء على مفتعليها. جيش الحر للأبد. كما خرج الأهالي أيضا في بلدة الملاحة في ريف دمشق بمظاهرات هتفت للحرية وطالبت بإسقاط النظام. إذن للمزيد حول المظاهرات في دمشق وريفها ينضم معنا من هناك الناشط الإعلامي خبيب عمار. خبيب أهلا بك معنا إلى البرنامج. نتحدث عن المظاهرات، ربما دمشق وريفها من المناطق الحساسة، كيف هل خرجت مظاهرات اليوم، ويعني ما هي انطباعك عن المظاهرات التي خرجت؟ خبيب هل تسمعني؟ نعم تفضل. أسمعك جيدا. السلام عليكم. يعني بداية من القطبية الشرقية اليوم خرجت مظاهرات مظاهرات حاشدة جدا، خاصة في دوما، في سقبة، في عربين، في زملكة، في حمورية، أيضا خرجت في كفر بطنة مظاهرات اليوم حاشدة، بالريف الغربي مدينة دارية أيضا خرجت في مظاهرات حاشدة. أما في العاصمة دمشق وخاصة حي برزة اليوم بالنسبة للأحياء الشرقية خرج في مظاهرات عارمة، في الأحياء الجنوبية اليوم حي العسالي خرجت أيضا مظاهرة حاشدة، في جمعة نصرة أهل الشام، نصرة أهل الشام بالأقوال لا بالأفعال. يعني الشعب السوري في دمشق وريفها رغم الحصار، رغم القصف بجميع انواع الاسلحه، رغم القصف بالرادمات، رغم القصف نعم. يعني بالعاده خبيب، من ينظم هذه المظاهرات وكيف تخرج، وهل هذه المظاهرات تكون محميه خاصه بالمناطق التي تتعرض الى قصف مثل ريف دمشق؟ خبيب هل تسمعني؟ يعني خاصه ريف دمشق، ريف دمشق تعرض لقصف عنيف جدا، ولكن رغم ذلك الاهالي مصرون على الخروج في هذه المظاهرات. من ينظم هذه المظاهرات هم من الناشطين الاعلاميين ومن الناشطين الميدانيين على الارض، بالاضافه لان قياديين في الجيش الحر وعناصر في الجيش الحر ايضا يقومون بالتعاون لحمايه هذه المظاهرات السلميه، خاصه في الاماكن التي تعرض لقصف بشده. هذه المظاهرات السلميه يحاول الاهالي من خلالها ايصال رساله الى العالم الخارجي، ايضا ايصال رساله الى الجيش الحر، ان اخطا فيقوموه وان اصاب فيدعموه.
خبيب، للعمل الخارجي الشعب السوري والمتظاهرين يحاولون من خلال اللافتة الصغيرة أو من خلال هذه الأهازيج. نعم نعم، شكرا لك خبيب عمر ناشط إعلامي، حدثتنا من دمشق. وبالعودة إلى حلب ينضم إلينا من هناك محمد الزهوري. محمد، إذن كنا نتابع المظاهرات التي خرجت اليوم، إذن رغم القصف وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين، ما الشعارات التي رفعت؟ نعم، الشعارات التي رفعت كما قلت ميرنا أنها تتركز على الحرية للمعتقلين ولنصرة الشعب السوري بالأفعال، كما تركز شعار هذا اليوم. طبعا الأفعال ربما تفتقد حلب في الأيام الماضية تحقيق انتصارات منذ أيام. الشعب هنا طالب الجيش السوري الحر بتوخي الحذر من تحركات عناصر حزب الله اللبناني المدججين بالشبيحة في جبهة نبل الزهراء، وأيضا تحركات النظام بعد ارتفاع بعض المعنويات لدى عناصر النظام. طبعا الشعب هنا يتخوف من ربما يتخوف من احتمالات لا تتوقعها الأهالي بصراحة في هذه المدينة التي شهدت كما قلنا في الساعات الماضية اشتباكات عنيفة. جبهات حلب مشتعلة كانت في الساعات الماضية، خاصة جبهات المدينة وجبهات الشمالية من حلب. كما قلت الشعار الآخر الذي كان أبرز هو تحقيق انتصار فوري في المدينة أو في الريف، لكن لا يجلس الجيش الحر دون فعل تنفيذ أفعال على الأرض. وأكد بعض الخطباء هنا في صلاة الجمعة أن عناصر الجيش السوري الحر ربما يحاولون لم بعض من الأشخاص الذين يستطيعون في الأيام القادمة مساعدتهم من ضباط متقاعدين في محافظة حلب. نعم ميرنا، شكرا لك محمد الزهوري مراسلنا من حلب. ومشاهدينا بالانتقال إذن إلى مدينة السلمية، حيث خرج الأهالي هناك في مظاهرة جابت شوارع المدينة، هتف خلالها المشاركون بشعارات طالبت بانسحاب ميليشيات حزب الله من المعارك الدائرة في سوريا، كما رفعوا لافتات تدعو إلى الحرية وإسقاط النظام، منددين بالعنف الذي يتعرض له المدنيون في أرجاء سوريا. وفي اللطامنة بريف حماة رفع المتظاهرون لافتات استنكروا فيها الصمت العربي والدولي تجاه عنف النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية المقاتلة إلى جانبه، ومؤكدين أيضا على دعمهم للثوار وللجيش الحر. إذن مشاهدينا نبقى في محور المظاهرات، ولكن هذه المرة إلى درعا. ينضم إلينا من هناك قيصر حبيب ناشط إعلامي. قيصر أهلا بك معنا، أود أن تحدثنا أكثر عن المظاهرات التي خرجت اليوم في درعا، يعني تستمر هذه المظاهرات بالخروج رغم استهداف النظام المتكرر لهذه المظاهرات السلمية، ضعنا في الأجواء لديكم. نعم أهلا بك أستاذة ميرنا. المظاهرات تخرج في كل جمعة في محافظة درعا
في معظم القرى والبلدات، وبعض البلدات تتعرض لقصف أثناء المظاهرة، وتعرضت في مرات سابقة للقصف، ومع ذلك يصر الأهالي على الخروج في مظاهرات في كل يوم جمعة، المظاهرات لتوجيه رسائل. أستاذ أمير، الجميع يعلم بأن المواطنون يخرجون بمظاهرات لتوجيه رسائل توجه للنظام السوري، وهنالك رسائل توجه للخارج، للمجتمع الدولي، للعالم في الخارج. الرسائل التي توجه للنظام تصر على أن الثورة السلمية في الداخل، الحراك السلمي لا يزال موجود. هناك أيضا الرسالة والتي توجه للخارج، لكل من هم في الخارج، إن كان المجتمع العربي أو الإسلامي أو المجتمع الدولي، بأن لا أحد يستغبي الشعب السوري. هناك وعود كثيرة قدمت للشعب السوري، هناك تذكير للعالم في الخارج بمأساة الشعب السوري. يخرج أطفال في كل جمعة، يخرج رجال في كل جمعة، يذكرون العالم في الخارج بمأساة الشعب السوري الذي أغمض عيونه عن ما يجري داخل سوريا، عن جميع المجازر التي ارتكبت من قبل النظام السوري، عن كل الانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في كل يوم. العالم صامت عن هذه المجازر. المظاهرات قيصر، سوف نكمل حديثنا معك، وتحديدا سوف أتحدث معك عن يعني أكثر عن المظاهرات ومن ينظم هذه المظاهرات في درعا، ولكن دعني أنتقل، ابقى معي لو سمحت، سأنتقل إلى حماة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا ساهر الأحمد. ساهر، دعنا في أجواء المظاهرات التي خرجت اليوم في حماة. ثورة في محافظة حماة بطابع سلمي بحت، ولكن رغم التصعيد العسكري واشتداد مطيس المعارك وانتشار الحراك السلمي في بعض المناطق، لا تزال محافظة حماة سر الحراك السلمي رافقة العمليات المسلحة المحتلة للجيش في مدينة حماة. لاحظنا بشكل واضح قلة المظاهرات السلمية لا سيما في الأحياء التي اعتدنا ظهور اسمها على الشاشات، حي باب قطي والحمية. نعم ساهر، للأسف لا يمكننا أن نسمعك بوضوح، الاتصال ليس واضح. سوف أعود إلى درعا ومعي من هناك قيصر حبيب. قيصر، كنت تتحدث عن الشعارات التي رفعت اليوم في المظاهرات التي خرجت في درعا. قيصر، كيف يتم حماية هذه المظاهرات، ومن ينظم هذه المظاهرات، وكيف تخرج، وهل فعلا تخرج بأعداد كبيرة، أم أنا يعني تخرج وتيرة المظاهرات تقل مع استهداف النظام المستمر لدرعا؟ بالنسبة للمظاهرات أستاذ أمير، تخرج في معظم القرى والمدن كما أسلفنا ذكر. الحماية هي حماية إلهية من القصف الذي تتعرض له المظاهرات. هنالك في الكثير من الأحيان تكون الإصابات ولله الحمد غير دقيقة، لا يوجد لدينا مضادات أو بطاريات باتريات للتعامل مع صواريخ الراجمات التابعة لقوات النظام أو قذائف المدفعية التي تلقيها قوات الأسد على المظاهرات. الحماية هي حماية إلهية للشعب السوري. أما بالنسبة للاقتحامات، معظم المظاهرات تخرج في مناطق لا تتمكن قوات النظام من التقدم والدخول إلى هذه المناطق، كونها مناطق تقريبا شبه محررة تبعد عن القطاعات العسكرية. هناك الخوف من القصف. نعم، كان الكثير من عمليات القصف التي استهدفت المظاهرات في محافظة درعا، وسقط لدينا عدد من الشهداء في الجمعة الماضية. اليوم كانت الشعارات كما أسلفنا الذكر هي لتذكير الخارج بالوعود التي قطعها على نفسه. نحن لا نريد وعود، مجرد وعود وأقوال منذ عامين، والشعب يقتل على يد النظام السوري، والعالم لم يقدم سوى الوعود سوى الاستنكارات. هذه رسالة وجهت للخارج. اليوم كانت أكثر المظاهرات، خرجت لدينا مظاهرات مميزة هذا اليوم في مدينة درعا في حي الكاشف، رغم أن هنالك كثافة أمنية في هذا الحي. خرجت مظاهرة في أحياء درعا المحطة، لدينا بلدة معرب كذلك الأمر، خرجت مظاهرة في بلدة معرب في المنطقة الشرقية. هذا إذا تستمر المظاهرات في درعا طبعا مهد الثورة السورية. شكرا لك قيصر حبيب ناشط إعلامي، حدثتنا من درعا، وأيضا الشكر موصول
مراسلين الذين كانوا معنا في هذا المحور، تحدثنا به عن المظاهرات التي خرجت في جمعة اليوم. زكي الإدلبي من إدلب ومحمد الزهوري من حلب وخيبر عمار الناشط الإعلامي من دمشق، وأيضا الشكر موصول لمراسلنا من حماة ساهر الأحمد. إذن مشاهدينا فاصل قصير نواصل بعده جولة الرابعة، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا. إذن يخوض الثوار معاركهم مع قوات النظام في جبل الزاوية بإدلب وعلى الأوتوستراد الواصل بين محافظتي إدلب واللاذقية ضمن معارك الفتح المبين وعاصفة جبل الزاوية، حيث تمكن الثوار من قطع طرق الإمداد الواصلة للنظام. المزيد في سياق تقرير مراسلنا محمد الفيصل. خطورة كبيرة ومشقة عانيناها خلال رحلتنا إلى جبل الزاوية، رافقنا خلالها عناصر الجيش الحر الذين أخذوا على عاتقهم تحرير بلادهم من قوات الأسد، حيث تدور هنا معارك ضارية بينهم وبين قوات النظام المتمركزة في عدة نقاط، منها ما يعرف بحاجز القياسات وحاجز الكهرباء، بالإضافة إلى الحواجز المنتشرة على الأوتوستراد الدولي الواصل بين محافظتي إدلب واللاذقية. هنا يقوم الثوار بعمليات القنص لعناصر كتائب الأسد، كما يتم تمشيط المنطقة منعا لوصول أي إمدادات إلى معسكر القياسات. إذن يظهر الآن خلفنا حجز القياسات، وهو أكبر التجمعات في جبل الزاوية، تجمعات قوات النظام. ها هو يظهر خلفنا، كما يظهر أيضا في الصورة الأوتوستراد الدولي الواصل بين محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية، وهو أيضا يحتوي على عدد كبير من الحواجز. يحاول الثوار الآن إذا قطع هذا الاستراد لمنع وصول الإمدادات إلى مدينة أريحة وإدلب المدينة في محاولة أو في خطوة أولية لاقتحامها. وهنا يقوم الثوار أيضا بقصف معاقل جندي الأسد، حيث تمكنوا من تفجير عدد من الآليات وتدمير بعض المباني وبإمكانياتهم التي وصفوها بالبسيطة. يا أخي نحن من الأساس ما في توازن قوى، من أول ثورة ما في توازن قوى. التوازن القوى الوحيد أنه هو إذا احنا عندنا عقيدة هن ما عندنا عقيدة، نحن حقنا على الباطل، هاي توازن القوى بين فقط. إلا في السلاح ما في توازن قوى. والله أي إنسان بيستغرب أنه نحن بعدتنا البسيطة ببضع هالشغلات الصغيرة اللي بنغنمها منهم الجيش، فأي واحد بيستغرب أنه كيف نحن بإمكاننا نوقف نقطع طريق دولي، طريق حلب اللاذقية بإمكاننا نقطع ونقطع الإمداد عن الجيش ولحتى فيما في المستقبل نقتحم أريحة وإدلب إن شاء الله. سلاح الجو لم يغب عن سماء المعركة، حيث قام بشن عدة غارات على قرى جبل الزاوية، ما أدى إلى دمار قسم كبير منها. محمد الفيصل، أورينت نيوز، جبل الزاوية، ريف إدلب. إذن مشاهدينا الحديث عن أبرز التطورات العسكرية في إدلب وأيضا في حلب. ينضم إلينا من إدلب بداية عمار دندش مراسلنا من هناك، وأيضا أرحب بمراسلنا من حلب مؤيد سلوم. وأبدأ مع عمار. بداية عمار، نتحدث عن أبرز الأحداث والتطورات العسكرية التي تدور في إدلب، وهي معركة الفتح المبين لقطع الطريق الواصلة بين إدلب و إذن جسر الشغور. يعني ما هي أبرز التطورات بداية؟ وهنا نتحدث عن طريق إدلب اللاذقية،
ما هي أبرز التطورات وهل هناك تقدم للجيش الحر على هذا المحور؟ نعم ميرنا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نحن الآن نبعد أمتار قليلة عن الأستراد الدولي بين اللاذقية ومدينة إدلب. معركة الفتح المبين تستمر ليومها الثالث على التوالي. نستطيع أن نقول أن المعركة أصبحت الآن معركة مفتوحة، حيث أن النظام حاول منذ البارحة مساء حتى اليوم صباحا التقدم باتجاه حاجز القياسات، فأرسل عدة أرتال عسكرية من حاجز المعصرة في محنبل باتجاه حاجز القياسات. استطاع الثوار تدمير عدة عربات منها دبابة T-62 ودبابة T-72، واستطاع بعض جنود الأسد الوصول إلى حاجز القياسات، حيث أن الثوار أيضا عادوا هيكلة أنفسهم وأحكموا السيطرة على الحواجز التي تم تحريرها في الأيام الماضية، واستخدموها لبدء معركة جديدة في حاجز القياسات، حيث بدأ الثوار بالقصف التمهيدي منذ الصباح، لكن منذ قليل لم يفارق الطيران الحربي. كم يبعد حاجز القياسات عن حاجز المعصرة بقرب محنبل عمار؟ حوالي 5 كيلومترات أو أقل قليلا. نعم. لكن المعركة أصبحت أو المنطقة أصبحت منطقة عسكرية، لا وجود نهائيا لأي حركة مدنية، فقط معارك وأرتال تتقدم وأرتال تتراجع، هذه هي الصورة الآن. الطيران الحربي منذ دقائق أغار فوق حاجز الكهرباء وأطلق صاروخ باتجاهه، رأينا الدخان يتصاعد من الحاجز. الطيران المروحي الآن بهذه اللحظة يحلق فوق سماء المنطقة فوقنا مباشرة. المعارك منذ قليل، منذ ساعات قليلة. نعم، حتى يعني الآن عمار، الآن المعارك التي كانت منذ 4 أيام ما زالت مستمرة في نقطة محددة وهي أرم الجوز. نعم بالضبط، المعركة ليست في أورم الجوز بل بمنطقة بسنقول بالتحديد. نعم. أورم الجوز هي محاذية لمنطقة بسنقول، سوف تنتقل العمليات إلى هناك تدريجيا باتجاه المعصرة وباتجاه يعني هل هناك خطط الآن للجيش الحر لمهاجمة حاجز المعصرة؟ نعم، بالنسبة للخطط العسكرية لا نملك معلومات دقيقة، الثوار يتكتمون على الخطط التي يعملون بها في هذه المعركة، لكن رأينا اشتباكات في حاجز المعصرة، اشتباكات متقطعة، اشتباكات أيضا في حاجز الجازر في الرامي منذ الصباح اليوم حتى الآن، اشتباكات عنيفة داخل حاجز الجازر، أيضا هناك أنباء عن إعطاب دبابة داخل هذا الحاجز بالتوازي مع معركة الفتح المبين. نعم. أرجو أن تبقى معي عمار، وسوف أنتقل إلى حلب لنلقي نظرة على أبرز التطورات العسكرية في حلب. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا من هناك مؤيد سلوم. مؤيد، يعني يوم أمس كان ساخن بالنسبة لحلب، واليوم هناك هدوء نسبي نوعا ما على الجبهات في حلب، لو تضعنا في أبرز التطورات خاصة من الأنباء التي سمعناها اليوم بأن لواء التوحيد أطلق صواريخ على جبل شويحنة، ضعنا في أبرز التطورات. نعم ميرنا، مساءكم خير. يعني كما ذكرت يوم هادئ بالنسبة إلى اليوم الذي كان عليه أمس، مع ذلك الاشتباكات ما زالت مستمرة في العديد من الأحياء من شمال حلب إلى شرقها إلى غربها، من حي الأشرفية إلى حي الشيخ مقصود إلى حي كرم الجبل والصخور والسيمان الحلبي والإذاعة وبستان القصر، جميعها تشهد اشتباكات هذا اليوم ولكنها منخفضة الوتيرة عما كانت عليه يوم أمس. كما ذكرت اليوم قام عناصر من الثوار باستهداف مقرات حزب الله وجيش النظام والشبيحة المتمركزون في جبل شويحنة بصواريخ جراد، وتحدثوا عن إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام. اليوم كان هناك رتل عسكري حاول التقدم باتجاه معامل الدفاع من بلدة خناصر أو من قرية خناصر في ريف حلب الشرقي. الثوار تحدثوا عن تفجير الألغام المزروعة على الطريق الواصل بين خناصر ومعامل الدفاع، ومنعوا هذا الرتل من التقدم وفك الحصار عن معامل الدفاع.
نعم لأن هذا أبرز التطورات العسكرية، هذه أبرز التطورات العسكرية في الآونة الأخيرة هنا في مدينة حلب. وأيضا يعني مثل يعني هل من جديد في حي الشيخ مقصود أو حي سليمان الحلبي، هذه الأحياء التي تشهد بالعادة اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام؟ نعم يعني بعد أن تقدم الثوار أمس وسيطروا على مبنى الإطفائية، اليوم يعني انسحبوا من هذا المبنى تحت القصف وتحت قصف الطيران الحربي الذي لم يفارق سماء مدينة حلب. أمس كان الثوار قد أيضا دخلوا إلى مبنى الزراعة، أيضا عادوا الانسحاب منه تحت ضربات تحت القصف المدفعي والقصف بالهون. الجديد في تقدم الثوار خلال الفترات الأخيرة هو في حي الأشرفية، حيث أصبح الثوار على مشارف الدوار الثاني في حي الأشرفية وتقدموا بشكل ملحوظ في هذا الحي. نعم مؤيد لو سمحت ابقى معي، سوف أعود إلى مراسلنا من إدلب عمار دندش. إذن عمار كنا نتحدث عن عملية معركة الفتح المبين وهي جزء من العملية الكبرى للسيطرة أو للتقدم تجاه إدلب المدينة. عمار هل تسمعني؟ نعم ميرنا نعم. نعم. عفوا. إذن عمار كنت أتحدث معك بأنه إذن يعني ما هي الحواجز المتبقية؟ كنا نتحدث عن معركة الفتح المبين وهي المعركة الصغيرة ضمن المعركة الكبيرة للسيطرة على إدلب المدينة. ما هي الحواجز المتبقية أو النقاط العسكرية المهمة لقوات النظام والتي يعني يحاول الجيش الحر السيطرة عليها لكي يتقدم تجاه إدلب المدينة؟ لو تضعنا في صورة الأجواء. نعم حسب بيان الثوار الذي أعلن به بدء العملية، فحواجز بسنقول حاجز الكهرباء وحاجز الأسد والحواجز المحيطة به تم السيطرة عليها. تنتقل المعركة الآن إلى حاجز القياسات، وبسيطرة الثوار على هذا الحاجز يكونوا قد أحكموا السيطرة تماما على الطريق الدولي بين جسر الشغور وأريحة. بعد ذلك هناك حواجز الواقعة في قرية أو بلدة أوريم الجوز، هناك عدة حواجز على الطريق الدولي أيضا. بعدها تنتقل المعركة إلى مدينة أريحة، حيث هناك أيضا عدة حواجز على الطريق الدولي على الأستراد بين أريحة وإدلب، وصولا إلى معمل القرميد. معمل القرميد الذي بدأت به معركة منذ فترة للسيطرة على هذا الحاجز. إذن من بسنقول حتى إدلب هناك أوريم الجوز، هناك أريحة، معمل القرميد. أيضا بالجهة المقابلة هناك حاجز المعصرة، الحاجز المعروف في بلدة محنبل. نعم. إضافة إلى الحواجز المنتشرة من بلدة محنبل. نعم. حتى مدينة جسر الشغور وصولا. نعم. إلى بداية سهل الغاب. شكرا لك عمار دندش مراسلنا من إدلب. إذا مشاهدينا نبقى في حلب، حيث استهدف الجيش الحر مبنى الزراعة في حي الميدان بصواريخ محلية الصنع وألحق به أضرارا فادحة، فيما دارت اشتباكات على أطراف حي الشيخ مقصود وكرم الجبل بين الجيش الحر وقوات النظام، تكبد الأخير خلالها خسائر في الأرواح والعتاد. الاشتباكات دارت كذلك في حي الأشرفي بين الحر وميليشيات تابعة لحسن نصر الله، حيث تمكن الثوار من التقدم إلى الدوار الثاني وتكبيد الميليشيات 10 قتلى والعديد من الجرحى حسب ما أفاد مركز حلب الإعلامية، في حين قصفت قوة النظام حي بستان الباشا بقذائف الدبابات. القصف أوقع عددا من الضحايا في صفوف المدنيين. جبهات باتت مفتوحة في مدينة حلب، فمع إصرار النظام على التقدم في عدد من الجبهات كانت خير وسيلة للدفاع عند الثوار هي الهجوم. من جبهة الدويرينة إلى حي الإذاعة وبستان القصر وسيف الدولة والأشرفية والميدان وبستان الباشا والشيخ مقصود، جميعها كانت مشتعلة. تقدم الثوار إلى مبنى مديرية الزراعة في الميدان وسيطروا على أجزاء كبيرة ومهمة في هذا الحي. تطورات وأحداث ميدانية عدة حدثت في العديد من جبهات حلب. النظام يحاول إحداث ثغرات في هذه الجبهات والتقدم فيها. نحن الآن في حي الشيخ مقصود في حلب. تمكن الثوار أمس من السيطرة على عدة مباني
وقتل عدة عناصر من جيش النظام وتدمير مدرعاته. ينضم إلينا الآن حيدر سيدو أحد قوات الحماية اليبقة ليحدثنا أكثر عن التقدم الذي حصل في حي الشيخ مقصود. تفضل حيدر، حكينا عن التقدم الأخير في الشيخ مقصود. التقدم الأخير اليوم الصبح اشتبكنا معهم وقدرنا ندمر لهم دبابة وقتلنا عدد منهم، وشباب يعني قدروا يتقدموا ويأخذوا قسم من الزراعة كمان. نحن بالنسبة للتقدم يعني تقدم ما عندنا خطط نتقدم فيها، نحن بدنا نحمي المنطقة لك، والشباب الجيش الحر يعني الأخواتنا هن اللي متكفين بالتقدم، هن راح يتقدموا، نحن خط الجبهة الوراني، نحن بدنا نحمي المنطقة ونضل خط الجبهة الخلفية. إذن حيدر سيدو يقول بأن هدف قوات حماية الشعب الكردية اليبقة هو فقط حماية الأماكن التي يسيطرون عليها والتي يسكنون فيها الشعب الكردي كما يقولون. هناك في جبهات أخرى، في جبهة الريف الشمالي، ما زال الثوار يحاصرون مدينتين نبل والزهراء. الزميل محمد الزهوري. على الجبال والمرتفعات في شمال حلب تتمركز قوات الجيش السوري الحر في محيط بلدتي نبل والزهراء، جبهتان تشهدان أضخم المعارك في الشمال السوري، خاصة أنهما تضمان أكبر معاقل حزب الله وشبيحة الأسد. بدأ تسلل هني من هالناحية وطلعوا أخذوا الظهرات اللي ورانا كلها على علا. اشتبكنا معهم، كان اشتباك قوي جدا لحتى خلصت ذخيرتهم وخلص إمدادهم وانسحبوا، تركوا جراحهم وقتلهم في الأراضي. لما نحن أخذنا هاي صار عليهم أطبق حصار، يعني تحسبه شبه كامل، الطرف الشرقي والجنوبي والغربي، الطرف الشمالي صف عنا ضيع كراد، الكراد صفوا بالطرف الغربي وقفوا بطرف شب محايدين، يعني حكوا إنه هن محايدين، أوصلن أكل وإمداد طعام، إمداد يعني غذاء عن طريق الكراد، وجاري المفاوضات في هالموضوع، في مفاوضات في لسه ما بين وراء شيء هاي. طيب شو هي المعوقات اللي متواجهوها أنتم هون بالجبل؟ معوقات التضاريس الجبلية، مسافات الشاسعة اللي مفتوحة قدامنا هلا، وبتعرف الطبيعة الجبلية اللي عم نواجهها قدامنا هلا هاي. تشتد وتيرة المعارك فيأتي الإمداد للثوار، والإمداد لا يعدو أن يكون أسلحة خفيفة أو متوسطة في مواجهة ميليشيات تمتلك أسلحة ثقيلة ودبابات وطائرات. هي إذن معارك غير متكافئة في المقاييس العسكرية، لكن المعنويات العالية لدى الحر تزيدهم إصرارا. على عكس ما جرى في مدينة القصير، الثوار هنا يحاصرون مدينتي نبل والزهراء في شمال حلب، ويؤمنون بقول يقال أنه إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فكن على يقين أنك سترزق شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. من إحدى جبهات القتال بحلب، محمد زهوري، أورينت نيوز. إذن بالعودة إلى مراسلنا من حلب مؤيد سلوم. مؤيد، كنا نتابع تقرير محمد الزهوري عن الريف الشمالي وتحديدا المعارك الدائرة في بلدتا نبل والزهراء المواليتان للنظام. ضعنا في أبرز التطورات هناك، وخاصة بعد الأنباء التي تحدثت بأن النظام يزود هاتين البلدتين بالطعام وبالسلاح أيضا، هل من هناك من تطورات جديدة؟ نعم ميرنا، يعني كما ذكر الزميل محمد ما زال الثوار ينتشرون على محيط هاتين البلدتين، وكما ذكرت النظام يقوم بتزويد هاتين البلدتين بالطعام والسلاح والذخيرة والجنود من القادمين من حزب الله وأيضا من الحرس الثوري الإيراني، كما وردت بعض الأنباء عن طريق الطائرات، طائرات التي تسمى في تلك المناطق في مناطق الريف الشمالي تدعى بسرفيس نبل. هذه الطائرة التي تقوم بتزويد هاتين البلدتين بشكل شبه يومي بالسلاح والذخيرة والعتاد والمقاتلون والطعام. نعم يعني حديث قوات النظام عن الحشود وجلب تعزيزات هو كان حديث شبه يومي وشبه متكرر وتهويل. الأمس بعد الهجوم الذي شنه الثوار يعني دحض كل الادعاءات النظام على اقتحام مدينة حلب والتقدم في جبهات حلب. الثوار أمس يعني تحولوا من كسروا حاجز الوهم الذي كان يحاول النظام أن يزرعه في صفوف الثوار والمقاتلون هنا في جبهات حلب. ولكن هل أحرزوا تقدم ملموس على هذه الجبهة؟
أنا أذكر يعني على جبهات حلب بشكل عام في جبهتي نبل والزهراء يعني حاولوا في فترة سابقة لكنهم نجح الثوار في صدهم وعادوا إلى حيث أتوا في ديارهم إلى ديارهم. الثوار الآن يحيطون بكافة التلال الجبلية في محيطهم. أنا أتحدث عن نبل والزهراء وجبهات حلب بشكل عام. حاول النظام بث يعني إشاعات واعتمد على سياسة الحرب النفسية لإيهام وأضعاف همة الثوار لتخويف الهجمة التي شنت. لتخويف الثوار. على كل شكرا لك مؤيد سلوم على كل هذه المعلومات مراسلنا من حلب. إذن مشاهدينا جولة الرابعة مستمرة معكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إذن توقع خبراء اقتصاديون استمرار هبوط سعر الليرة السورية أمام الدولار ليصل إلى 300 ليرة مع نهاية شهر تموز القادم. وقد أضاف الخبراء أن الإجراءات الإسعافية التي اتخذتها حكومة النظام لم تنجح في وقف هبوط سعر الليرة، وأدى هذا الهبوط لارتفاع جنوني في الأسعار بشكل عام. لنتابع. لعل انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بات الحدث الأبرز خلال الأيام القليلة الماضية. خبراء اقتصاديون توقعوا أن يصل سعر صرف الدولار ل 300 ليرة خلال شهر تموز المقبل بعد أن وصل لما يزيد عن 230 ليرة في اليومين الماضيين. أمام هذا السقوط اتخذت حكومة النظام إجراءات إسعافية بعد أن فقدت الليرة 20% من قيمتها خلال الأسبوع الأخير، حيث قامت بضخ 100 مليون يورو بهدف تخفيف هذا السقوط الحاد دون أن تحدث هذه الخطوة أي تحسينات تذكر. أسباب عدة وقفت وراء تراجع سعر صرف العملة السورية، فالعملة السورية في الأصل كانت تستند فقط على المصرف المركزي ولم تكن تستند على أي كمية من السلع والخدمات التي تنتجها سوريا كعادة أي عملة، لكن في كل مرة يتخلى المصرف المركزي عندما تهبط العملة السورية من 10 إلى 20%، وكان أكبر هبوط لليرة السورية وصل في السوق السوداء إلى نحو 235 ليرة. تقارير إعلامية أشارت إلى أن أهالي المناطق المحررة حولوا مدخراتهم وممتلكاتهم المالية من الليرة السورية إلى العملات الأجنبية بعد ارتفاع سعر الدولار، وطالبوا المؤسسات المسؤولة عن إدارة المناطق المحررة بضرورة الابتعاد عن التعامل بالليرة السورية والتعامل بعملات دول الجوار، أما الليرة التركية في شمال سوريا أو الدينار الأردني في جنوبها بغرض المساهمة في انهيار اقتصاد النظام. هبوط سعر الليرة السورية تسبب بارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الأساسية في العاصمة دمشق ومدن سوريا الأخرى في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السوريون، ظروف إذا ما استمرت ستشكل بحسب ناشطين كارثة إنسانية بحق الشعب السوري. إذن مشاهدينا للحديث عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن السوري في ظل هذه الظروف سوف تنضم إلينا عبر الهاتف من دمشق ديما الشامي مراسلة شبكة شام الإخبارية، ومعنا الآن عبر سكايب ياسين أبو رائد مراسل شبكة سوريا مباشر ويحدثنا من حلب. ياسين أهلا بك معنا. ضعنا في صورة الأوضاع المعيشية للمواطن السوري خاصة مع غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية، يعني كيف يتدبر المواطن السوري العادي أمور حياته اليومية؟ نعم، مساء الخير. طبعا للأسف كانت الليرة السورية تتراوح بين 45 إلى 50 إلى 50 ليرة في سوريا. اليوم 200 ليرة، طبعا فقدت ثلاثة أرباع قيمتها. اليوم المواطن السوري إذا كان دخله 15,000 ليرة فيكون إذا الراتب الفعلي هو 4,000 فقط سيعيش منها بالمقارنة مع الأيام الماضية. طبعا بالنسبة لأوضاع المواطنين صعبة جدا. هناك بصراحة إن استمر غلاء الدولار بهذه الوتيرة العالية سيكون هناك كارثة إنسانية حقيقية في مدينة حلب وفي سوريا بشكل عام. اليوم هناك أهالي وهناك كثير من الأسر صراحة أقولها اليوم تنزح إلى تركيا، تنزح إلى البلدان بسبب فقط الأوضاع الاقتصادية، خلافا فقط يعني فقط بالنسبة للأوضاع الاقتصادية تنزح
الى خارج نعم. الى خارج سوريا، وبسبب صعوبه الظروف وبسبب صعوبه تامين الغذاء وتامين الحاجيات الاساسيه للمواطن السوري. يعني بالعاميه سيدتي، اليوم بالنسبه للمواطن السوري كيلو بندوره وصل لل 150، وراتب المواطن السوري بال 10,000 ليره. يعني وكان من قبل يعني وكان من قبل كم يبلغ سعره؟ نعم، كان على 50، كان على 60، كان كما قلت لك الليره السوريه فقدت ثلاثه ارباع قيمتها، اي سعر اليوم في سوريا وفي السوق السوري يضرب باربع اضعاف، يعني غلي من اول الثوره حتى هذه اللحظه اربع اضعاف تماما بالمقارنه مع الاوضاع الماضيه. طبعا اريد ايضا ان اتكلم نعم. ياسين لو سمحت لي ساعود اليك ونتحدث بالتفاصيل عن بعض المنتجات واسعارها، والنقطه التي يعني اردت ان تتحدث عنها اعتذر عن مقاطعتك، ولكن سوف انتقل الان الى دمشق. تنضم الينا من هناك ديما الشامي مراسله شبكه شامه الاخباريه. ديما اهلا بك معنا، ضاعين في صوره الاوضاع المعيشيه للمواطن السوري وتحديدا الذي يعيش في دمشق، يعني كيف يتدبر أموره وما هي يعني بداية، يعني ضعينا في صورة الأوضاع أيضا والأسعار، أسعار المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن. نعم، يعني هي المشكلة أنه مع أن ارتفع أسعار الدولار سعر الليرة، يعني حتى ارتفعت أسعار المواد الغذائية. البطاطا مثلا يعني هي أبسط مادة غذائية يمكن الاعتماد عليها، أصبح سعرها خياليا يعني أكثر من 70 ليرة للكيلو. معيشيا أسواق دمشق باتت تشهد حالة من الغليان بجميع المنتجات، مرورا من الخبز وحتى الخضروات واللحوم والمواد الأساسية. هذا المواد بلغت يعني ثلاثة أضعاف سعرها في كثير من الأحيان. كل هذا طبعا انعكس على المواطن الذي بات يبحث طوال النهار عما يسد رمقه ورمق اطفاله. ايضا يعني موضوع ان معظم اهالي يعني باتوا ريف دمشق عاطلين عن العمل، اهالي دمشق يعني فقط الموظفين هم من يعتمد على موضوع الراتب، فالاوضاع اصبحت ماساويه جدا ايضا في ظل الحصار المطلق على بعض المواد الغذائيه في الريف الدمشقي كالطحين وكالوقود. يعني ايضا اتى مع ارتفاع الاسعار، مع ارتفاع هذا الدولار ايضا اتى موضوع قرار يعني وزاره الاقتصاد برفع سعر المحروقات ايضا الى يعني 60 ليره و80 ليره لللتر الواحد، مع فقدان هذه الماده ايضا. كل هذا ينعكس على حياه المواطن، بات المواطن اليوم يقضي طول نهاره فقط للبحث عن يعني لقمه الغذاء. ما هي خلفيه هذا القرار تحديدا ارتي يعني رفع اسعار المحروقات وخاصه في هذه الظروف؟ لا نعلم الخلفيات يعني، ولكن على ما يبدو ان هذا النظام لا يعبأ بحاله المواطنين، ايضا يريد ان يزيد ثروته. يعني ارتفاع سعر الدولار كما وردنا هو يفيد النظام، لان يعني مدخرات النظام هي من الدولار ومدخرات المواطنين هي من الليره، فيعني ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر على النظام انما يؤثر على المواطنين، فالنظام عليه ان يتخذ يعني اجراءات معاكسه وهي ان يخفض سعر الدولار، لكن ما يفعله النظام هو العكس تماما، فهو يرفع ايضا يعني اضافه الى ارتفاع سعر الدولار ايضا يرفع اسعار المواد سواء المحروقات او المواد الغذائيه، ولا يضغط ايضا على التجار لخفض يعني الاسعار. في اليوم الذي ارتفع فيها الدولار بدات الاسعار يعني تشهد يعني ارتفاع غير معقول تماما، يعني في نفس اليوم غير مبرر هذا الارتفاع. ايضا موضوع النظام انه يلاحق الصرافين ويلاحق ايضا موضوع الحوالات الماديه، كل هذا يؤثر على يعني بيع وشراء الدولار. يعني كان لا. مثلا موضوع سعر الدولار يعتمد على حوالات المغتربين، اليوم يعني من يريد ان يرسل حواله يحسب ألف حساب لموضوع الملاحقة الأمنية لأي وخاصة يعني وخاصة أصبح من الصعب جدا تحويل كما ذكرتي ديما الأموال إلى سوريا. سوف أنتقل إلى أعود إلى حلب وإلى ياسين أبو رائد. ياسين كنت تتحدث عن نقطة محددة، وأيضا أود أن أسألك عن أسعار المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، إذ كانت موجودة هذه المنتجات ومتواجدة في الأسواق وتحديدا في حلب. نعم سيدتي، بالنسبة للسلع جميعا في سوريا، جميع السلع الأساسية من خضار وفواكه وأغذية والسلع التي تستخدم في كأساسية في المنازل جميعها، لا يكون هناك أي سلعة اليوم في سوريا أدنى من 100 ليرة سورية. الغلاء فاحش جدا، الأسعار مرتفعة في ظل البطالة، في ظل عدم توفر أي فرص العمل، في ظل التهجير والنزوح
في ظل انقطاع الرواتب، في ظل فصل قوات النظام الموظفين من وظائفهم، الأوضاع الاقتصادية تعيسة جدا في الشارع السوري. أريد أن أتكلم فقط، كنت أتكلم أن الحكومة السورية، النظام السوري اليوم صرف أكثر من 50 مليون يورو فقط بشبيحته وفقط ممن يعملون به لأسعار بسعر صرف اليورو على القديم، يعني تقريبا أقل من 30 إلى 40 ليرة على سعر صرف اليورو. اليوم الحكومة السورية تكافئ أجهزة الأمن والشبيحة وتصرف لهم أكثر من 10,000 يورو للشخص. طبعا أنا لا أقول توزيع ولكن صرف فقط، يعني فقط لمن يعملون بهم مع شبيحتهم وقوات النظام يساعدونهم ويقومون بصرف العملة الصعبة لهم. فلذلك هناك ارتفاع كبير في الأسعار اليوم في سوريا، وذلك لتمسك شبيحتهم بهم ولتمسك قوات ومخابرات الأنظمة بهم أيضا. أريد أن أتكلم عن الأسعار الاقتصادية. نعم. يعني أختي الكريمة، بالنسبة للأسعار اليوم المواطن السوري في الشارع، خلينا نكون شوي واقعيين، أول ما بيسمع الدولار غلي بيقول شو صارت بندورة، شو صارت بندورة. هناك احتكار كبير من قبل، أيضا نريد أن نوجه الآن، هناك احتكار كبير من قبل التجار ومن قبل ضعاف النفوس في حجب بضائعهم. بتكون البضاعة عندهم من سنة مخزن عنده مئات الطونات، مجرد ما غلى الدولار. وصلت الفكرة ياسين، اعذرني على مقاطعتك فقط لضيق الوقت. شكرا لك ياسين أبو رائد، مراسل شبكة سوريا مباشر، حدثتنا من حلب. وأيضا أشكر ديما الشامي، مراسلة شبكة شام الإخبارية، حدثتنا من دمشق. إذن مشاهدينا، ننتقل بكم إلى موقعنا الإلكتروني وأبرز العناوين التي استعرضها موقع أورينت نت. إذن مشاهدينا أهلا بكم. إذن ننتقل إلى فقرة الموقع الإلكتروني لنلقي نظرة على أبرز العناوين التي استعرضها موقعنا لليوم. نبدأ بالعنوان الأول ويتحدث عن زعران القرى السنية يقبضون رواتب التشبيح من حزب الله. إذن سرايا المقاومة الذراع الشيعي لحزب الله في القرى السنية. أيضا من العناوين التي سوف نلقي إليها نظرة اليوم، من درعا إلى الرقة مرورا بمعتقلات ومخيمات الموت، أورينت نت تنقل شهادة هاربة من الزعتري. أيضا من العناوين التي استعرضناها اليوم، زحلوط لأورينت نت، أبجدي لاجئي الخيام هي أبجدية كلمتي، والناشطة هنادي زحلوط تحصد جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان. إذن نبقى أيضا في موقع الأورينت نت، والذي أورد تحقيقا تحت عنوان مجزرة في مخيم خان الشيح والحر يحكم حصاره عليها. ويبرز هذا التحقيق أهمية بلدة خان الشيح التي يسيطر عليها الثوار، والعمليات الانتقامية التي يشنها النظام على مخيم خان الشيح الذي يقطن فيه الفلسطينيون برفقة بعض العائلات السورية، بعد أن رفض أهل المخيم الانخراط مع النظام في قتل الشعب السوري. التقرير التالي يسلط الضوء على تحقيق الأورينت نت، لنتابع. أحد الأطفال قال قصف على بلدة خان الشيح، حسبنا الله ونعم الوكيل. أجساد الأطفال الصغيرة لا تزال وقود حرب النظام ضد الشعب. في بلدة خان الشيخ بريف دمشق ارتكبت قوات النظام مجزرة راح ضحيتها 5 ضحايا، 3 منهم أطفال. موقع أورينت نت كتب أن قوات النظام استهدفت بقذائف المدفعية المخيم الذي يقطن به فلسطينيون برفقة بعض العائلات السورية، وطالت قذائف النظام البلدات القريبة المجاورة، كما سقطت بعض القذائف على مدرستي دير عمر وبئر السبع التابعة للأونروا، وكانت العديد من الأسر قد لجأت إليها هروبا من مخيم اليرموك وباقي المناطق التي يستهدفها النظام. سقوط قذيفة هاون على مخيم خان الشيخ. واستنادا لشهادات الناشطين، ذكر موقع أورينت نت أن الهجمات الشرسة ضد المدنيين في خان الشيخ هي انتقام منهم بسبب نجاح الجيش السوري الحر في اقتحام عدة مبان عسكرية تابعة للنظام والسيطرة عليها، على غرار كتيبة الدفاع الجوي ومبنى الإسكان العسكري وثكنة عسكرية على أطراف البلدة كانت تضم قوات من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة. قتلى وشبيحة الأسى.
ويؤكد قادة كتائب الجيش الحر المتواجدة في البلدة أن الهدف من السيطرة على خان الشيح هو قطع الإمدادات عن قوات النظام المتواجدة في القنيطرة وتخفيف الضغط عن ضاحية الدارية الواقعة جنوب غرب دمشق والمحاصرة من قبل قوات النظام. الدمار الذي لحق بأحد المساجد. الأورينت نت نقلت عن عضو المجلس المحلي لبلدة خان الشيح الناشط مسلم العربي قوله إن جيش الأسد يحاصر البلدة منذ ما يزيد عن 7 أشهر، ودخول الناس إلى البلدة يتم عن طريق الحاجز التابع إلى اللواء 68، والذي يطلق عليه السكان اسم حاجز الذل نظرا للمعاملة السيئة التي يلقاها الأهالي من قبل جنود الأسد وشبيحته. الاعتقاد السائد في مخيم خان الشيح لدى الفلسطينيين هو أن النظام السوري يعاقبهم جماعياً، وذلك لرفضهم الانضمام إلى صفوفه والانخراط في عملية قتل أبناء الشعب السوري. إذن مشاهدينا نبقى في موقع أورينت نت وننتقل الآن إلى أكثر المواضيع قراءة، حيث كانت العناوين التي نالت اهتمام القراء كالتالي لنلقي نظرة عليها. إذن بوغنادوف: نصر الله أبلغني أنه تدخل لمنع سقوط دمشق. وأيضا من العناوين: أهالي عمودة تحت إرهاب البي واي دي والوطني الكردي منقسم. وأيضا من أبرز العناوين التي كانت الأكثر قراءة في موقع أورينت نت: أورينت نت تكشف الوقائع الكاملة لزيارة غسان عبود إلى أمريكا. إذا مشاهدينا، قبل أن نختم جولة الرابعة، إليكم موجز لأهم الأنباء. سيطر الثوار على 3 حواجز في مدينة تلحاميس في ريف الحسكة. مصادر الثورة أفادت بمهاجمة الثوار لحواجز تل أحمد وأبو قصايب والكازية واقتحامها بعد حصار دام لأيام. العملية أسفرت وبحسب هذه المصادر إلى مقتل وجرح العشرات من قوات النظام، إضافة إلى اغتنام كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. وفي الحسكة أيضا ارتكبت قوات نظام مجزرة في قرية الحصوية بريف القامشلي، راح ضحيتها 10 شهداء وعدد من الجرحى. المجزرة وبحسب تنسيقية شباب الثورة السورية في الحسكة كانت بفعل إلقاء طيران الحربي لعدة براميل متفجرة على منازل الأهالي. إلى ذلك قصف فوج جبل كوكب مدينة تل براك براجمات الصواريخ. ناشطون من الحسكة أفادوا بسماع دوي انفجارات متقطعة نتيجة استهداف المدفعية لأطراف المدينة الشرقية. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام جولة الرابعة، وهذا تذكير بأبرز عناويننا. رغم المعارك والدمار، إصرار شعبي على سلمية المظاهرات في جمعة نصرة الشام بالأفعال لا بالأقوال. احتدام معارك الشمال وسط تقدم للثوار على محاور ريف إدلب وطريق حلب اللاذقية. هبوط الليرة السورية مستمر وسط تدهور الحياة المعيشية وغلاء أسعار المواد الأولية. جولة الرابعة انتهت لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.